اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس الذي يظهر أمامكم في الشاشة ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المسلمين والمسلمات في كل مكان. خير ما نبدأ به الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ها قد ولى 20 يوما تقريبا من رمضان ولم يبقى سوى 10 أيام. هذه العشر الأخيرة من رمضان لها من الأجر والثواب ما لغيرها من الأيام في السنة كلها. فاحرص عزيز المسلم وعزيزتي المسلمة على أن تتعبد الله فيها خير عبادة. كيف يتعبد الإنسان في ليلة القدر؟ وما هي علامات الصحيحة لليلة القدر؟ ليلة القدر أجرها عند الله عظيم جدا، وهي تقع في العشر الأواخر من رمضان في الليالي الفردية. لهذا فإن واجبنا أن نجتهد قدر المستطاع في العشر الأواخر، وخاصة في الليالي الفردية منها، تحسبا بأن تكون إحداها هي ليلة القدر دون أن نلاحظ. لذا فمن المستحب في هذه الليلة الإكثار من الصلاة والذكر والقرآن والتسبيح والدعاء. وأفضل دعاء يقوله المرء في هذه الليلة: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الدعاء الذي كان يوصي به النبي عليه الصلاة والسلام عائشة لتكرره في ليلة القدر، كما أنها فرصة عظيمة لمن كانت له حاجة أن يذكرها ويرجو المولى عز وجل ووحده القريب الذي لا يرد سائله. ما هي علامات ليلة القدر المثبتة بالقرآن والحديث والسنة؟ أولا، هي ليلة فردية من إحدى الليالي العشر الأواخر في رمضان، وذلك لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إني كنت أجاور هذه العشرة، ثم بدا لي أن أجاور هذه العشرة الأواخر، ومن كان اعتكف معي فليلبس في معتكفه. قد أريت هذه الليلة فأنسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في كل وتر، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين. العلامة الأخرى تتميز بأنها ليلة معتدلة، فلا هي بليلة باردة ولا حارة، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليلة القدر ليلة سمحة طلقة، لا حارة ولا باردة. العلامة الثالثة، تطلع شمس صباح اليوم الذي يليها بيضاء باردة من دون شعاع، وذلك لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: هي ليلة صبيحة 27، وإماراتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. وأيضا من علاماتها: هي ليلة لا يرى فيها نجم، ولا تهب فيها رياح، ولا سحاب، ولا أمطار، كما ورد في الحديث الشريف: ليلة القدر ليلة بلجة لا حارة ولا باردة، ولا يرمى فيها بنجم، ومن علامات يومها تطلع الشمس لا شعاع لها. وأيضا من علاماتها أن المسلم يشعر في هذه الليلة بالسكينة، وقد سكنت روحه، وبالطمأنينة في قلبه، وبالانشراح في صدره. من علاماتها أيضا أنها في ليلة القدر تصفد الشياطين لتصبح ليلة روحانية خالصة، وكأن النور ينبثق من بين ثناياها والمسك يتطاير فيها. كيف لا وهي هذه الليلة أنزل أعظم كتاب وفيها ملائكة ذاكرة لربنا في كل ركن، والمساجد تصلح بالذكر والتلاوة والتسبيح. هذه علامات القدر المثبتة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما لماذا هي سميت بليلة القدر؟ فقد تعددت آراء العلماء حول ذلك الاسم. فقيل لأن الله تعالى اختص هذه الليلة بتقدير الأرزاق، يقدر للسنة المقبلة رزقها وخيرها وعملها وما يكون فيها. وقيل أن كلمة القدر مأخوذة
أخذة لغويا من الشرف وعلو المرتبة ورفعة الشأن، فنقول هذا الأمر ذو قدر أي ذو شأن. وقيل لأن الأعمال تكتسب في هذه الليلة قدرا عظيما ومرتبة رفيعة الشأن، وهو أمر خاص فقط في هذه الليلة العظيمة، فهنيئا لمن قامها وأحسن التعبد فيها. وقيل قدر الله تعالى في هذه الليلة أن ينزل فيها القرآن الكريم فسميت القدر لهذا الأمر، وقيل أنها هي الليلة الفصل والحكم فيها. فأعزائي المسلمين والمسلمات، ما عليكم سوى أن تتعبدوا في الأيام الفردية من العشر الأواخر بإذن الله، ولا تنسوا وصية رسول الله بالإكثار من هذا الدعاء: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. ولا تنسوا أن تدعوا لإخوانكم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وأن تدعوا أن يرفع الله البلاء عن المسلمين في كل بلاد المسلمين، وأن يعم الأمن والأمان والطمأنينة لأهل الشام ولغيرهم بإذن الله تعالى. أرسلها، فكثير من الناس قد لا تعلم ما هي علامات ليلة القدر، أو ما هو الدعاء المستحب بها، أو كيف يعلم الإنسان أن ليلة القدر قد شهدها سبحانه وتعالى. واجعلها صدقة جارية عني وعنك وعن والدي ووالديك ولكل المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، واطلب بها الأجر من الله سبحانه وتعالى. إذا أعجبك المقطع لا تنسى الضغط على زر الإعجاب. شكرا حسن الإصغاء، وكل عام وأنتم بألف خير. لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس الذي يظهر أمامكم في الشاشة ليصلكم كل جديد. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد، وانشر المقطع ليعم الأجر والفائدة للجميع، ولا تنسونا من آرائكم وتعليقاتكم، ونحن نحترم آرائكم وتعليقاتكم ونأخذها بحامل الجد. وشكرا وجزاكم الله خيرا.